هو باش نكونوا موضوعيين، ما يختلفوش سنين اللي كانت الفترة الأولى فيها برشا صعوبات، شفنا برشا تشكيات من الجماهير نتاع الرياضة في تونس، لكن نتمناو في البريود الأخرى شفنا تحسن شوية، كانت ما نقص القصان ونقصوا التشكيات، شفنا برشا مقابلات فرد وقت وهذا أكيد هذا ما هو السهل، شفنا برشا فرق أيضا وجماهير نجم تشوف الفرق نتاعها اللي ما كانش عندها حضور باش تعدى برشا في التايفز، على كل نتمناو تكون المستقبل يكون معناتها متميز التجربة هذه أكيد، خاصة في ظل المشاكل بين التلفزة وبين الجامعة وعدم نقل المقابلات، فإنه هذا ما يجب يكون كان حل باهي وجماهير تجب تشوف مقابلات في رقم تاح.